مروان، البطولات اللي زي ديت بتبقى مهمه بالنسبه لكم في ايه؟ يعني هي بتبدا معاكم، انت بتبقى طموحك ايه بعد كده؟ فالبطوله دي تبقى تمهيديه لبطولات معينه، انت بتبقى عايز توصل ليه؟ بطوله افريقيه، اولمبيات، وهكذا. يعني بيبقى عندك ترتيبه في حياتك بتشتغل عليها انت والناس اللي معاك، يعني التيم اللي معاك كمدير فني او اتحاد تنس طاوله. هي اول حاجه احتكاك دولي، انت تاخد خبره دوليه، لعيبه تشوف الناس من بره، غير ناس تلعب معاها في مصر. مثلا يعني احتكاك لحد بطولة افريقيا، بطولة العرب، بطولة العالم، الاولمبياد طبعا، كل حاجه. دلوقتي بقى عندنا ابطال كتير في تنس الطاوله واسماء كبيره. يعني انت لما بتشوف الاسماء الكبيره دي، عصر وهنا جود النهارده واخده بطولة ايطاليا، فالحاجات دي بالنسبه لكم بتديكم طموح؟ احنا زمان، عشان ما اكذبش عليك، يعني زمان ما كنتش اعرف كتير ابطال تنس طاوله، ما اعرفش اسمائهم، ما اعرفش ان احنا بنعمل انجازات اصلا ولا لا، ما بعرفش. لكن دلوقتي بقى عندنا ابطال فعلا بيعملوا انجازات. هو دلوقتي فعلا اللعبه حتى اتشهرت شويه في مصر، يعني الناس كلها بتتكلم عن البينج بونج. عندنا طبعا هنا جوده، عمر عصر، بن سعيد لاشين، كله دلوقتي الحمد لله يعني في كلام عن البينج بونج كويس. صح. لا انا كمان بلعبها من زمان. يعني انا بقى لو لعبتك طبعا هتكسب، مش هيبقى 3-1 بقى. ما اعرفش اصلا السكور كام، بس يعني هكسب كتير، يعني هكسب كتير قوي كده وكده يعني، بس عشان انا على الهوا بقى بصايد نفسي، ما تقولش حد يعني، عشان ليا بيني وبينك.